إنما اسمع أبدأ؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب الشتاء كثيرا، فأنا أؤمن كثيرا بأنه جميل كجمال كل الفصول التي هي من عند الله. كنت ولا زلت أعتقد بأن برودته تنعكس على تصرفاتك، فتجدها في مواطن الغضب أبرد من كونك تعاني من غضب زائد أجواء حارة. في الشتاء نجتمع حول النار لنسمر مع بعضنا ونتجاذب أطراف الحديث في ليال يكون عنوانها الجمال والروعة. حب الشتاء لا ينسينا أولئك الذين تنقصهم أساسيات تساهم في تدفئتهم وتدفئة أبنائهم، لا تنسينا إخواننا من تتجمد أطرافهم وهم تحت سقف منهار من جراء الحروب. يا رب كلهم وانصرهم على من عاداهم. آمين. يا سلام. الله الله الله.